مشاهدين فقرة مميزة ديال اللباس التقليدي في هذه البداية ديال العام هذه، وانت عند الوعد ديالك ليلى حديوية. يا سميرة، وكنقول بان المشاهدين اليوم معنا مصممة مشهورة ومشهورة حتى بالإبداع ديالها، بالجرأة ديالها وبالأناقة ديالها. مرحبا بك معنا أنوار تايكا في صباحية الدوزيام. الله يبارك فيك حبيبتي. إذا غادي نشاهدوا المجموعة الجديدة ديالك. بغيت نعرفوا على المشاهدين شنو الجديد ديال هذه السنة ديال أنوار تايكا بعدا، وشنو هو الجديد عامة يعني في اللباس ولا في الالوان ولا في الخدمه، شنو الجديد في عالم القفطان؟ الجديد اللي جبت لكم هو دي بياس اللي هما حاليا كاينين زعما اي دارجين على الموضه العالميه، ماشي غير المغربيه، لا في الرومي ولا في البلجي، لي كولور باستيل دارجين بزاف تما على الموضه حاليا، هما اللي كاينين في السوق في المغرب كامل وفي العالم العربي والعالم بأسره. لما جبنا تشكيله خاصه بانوار تايكا جبت يعني عندنا سته ديال الباسي وسته ديال البنيوتات، كل وحده بان ستيل، ودارت يعني المجوهرات ودارت ما غاديش ندخلوا بزاف على المشاهدين ونوريهم بعدا اول لبسه اللي مقترحه علينا انوار تايكا هذا الصباح. هذا نلاحظوا فيها بان كاين تول والساتان دو سوا باللون الاخضر ولا الازرق، هذاك ستان فيغ تيركواز، فيها ديغرادي دو كولور افيك مخدوم لي ابليكي بلي الاحجار بأحجار بالغولييف، وحتى المنظمه درتيها نفس الميم رابيل دا توني. انت معروفه بزاف بالاحجار، واش بصح ولا لا؟ تقريبا كيعجبني اللبسه المغربيه تكون واضحه وباينه، كنقولوا بان لمعه حاضره في المناسبه، وكنقولوا بان الكالون موجود بزاف. واش تايكا كتستعمل الكالون ولا تستعمل طريقه خاصه ديالها؟ انا كنستعمل الكالون بالطريقه ديالي، كناخذو جو لابليك بالطريقه اللي بغيت انا، دوك ماشي اللي بحال اللي تلقاو في السوق عند كلشي. دابا هذا ان كالون، ولكن ولو يشريه واحد بحالي ما غيخدموش كي كنخدمو انا. سافو دير في المناسبه ما يمكنش غيلبس ان كالون واحد خادمو وغادي نكون انا وياه لابس ملبسه شي ان كليونت بحالو. دوك تيك عندك الطريقه ديالك انوار، دوك هاد اللبسه تبارك الله غزاله كلها يعني بواحد البعد على كولور باستيل. سي دو بيج، سي اور، لا كلير، وفيها الخضر وكلها يعني تقدر تكون العروسه في ناس تكون تلبسها عروسه، كيف تلبسها في كمال طلعتيه، كيف تلبسها في. انا عندي لك واحد السؤال انوار، هو بان دابا ولينا كنلقاو العروسه بحالها بحال العروسه اللي غتخطب، الخطبه اللبسه ديال يعني شنو الفرق ما بين اللبسه ديال الخطوبه واللبسه ديال العرس؟ خاص تدوز كيف الحياه كلها بالمراحل. عندنا المرحله الاولى ديال الخطبه خاص تكون العروسه لابسه داك الشيء موان شارجي، ما يكونش باش كدوز بمرحله باش فاش في العرس تطلع ياك تجي عاطيه الهيبه والقيمه لي توني ديالها بدرجه، ما يمكنش نهار ديال الخطبه نلبسوا اون توني باينه ونهار ديال العرس غادي ما نخليوش اش غيبان لينا مازال. الوغ لو روج اللي تيبقى دائما على الموضه في القفاطن تنظن، اللي كيواتي سورتو السيدات اللي البيضاء. هذا السؤال اللي غادي نطرح لك انوار، في الالوان يعني شنو كتنصحي السيده اللي البشره عندها سمراء والبشره البيضاء؟ لي كولور باستيل تقريبا كيواتيو جميع الالوان ديال البشره. بالنسبه للناس اللي كيكونوا سمرين الا لبسوا اللوينات يكونوا حاميين ولا مفتوحين وبالنسبه للبيضاء انا مثلا تيبقى هي كيفاش غتهيئ تلبسها جميع الالوان كيواتيوها. دونك هذه اللبسه هذه شنو، دو بياس ولا تخوا بياس؟ كيف كتعرفيني انا في كنعطي القيمه بزاف للثوب اللي يكون يوني يكون يوني وعاد تتعمرو. هذا الشيء اللي شفتي دابا ما هما دي كالون، ما هما بياسات لي موسلين. هذه دو بياس، تخوا بياس، هذه تخوا بياس، سي ساتان دو سوا ولا موسلين وفوق منها لا موسلين. لي بياس اللي كنخدم كلهم مخدومين باليد، ما مخدومش ماشي ثوب. هذا كاين اللي غيشوف غيسحب ليه الثوب، لابسه غيسحب ليه الثوب. انا اللي صانعه هذا اللي خدمتي هذيك، انا اللي خدمته. الوغ شنو رايك انت تقريبا؟ سمحي لي ذكرتني بلا التشميره ديالها ديال اللور، عقلتي عليها فاش جبت لنا اول مره في صباحيه الدوزيام. اكزاكتومون. قديمه في هذه الحرفه في هذا الميدان ديال عالم الموضه، شوف رايك شنو هو يعني التصميم اللي كيعتمد، تصميم الازياء واش كيعتمد على الخبره او لا على الالهام ولا على الدراسه؟
المصمم اللي تيكون ناجح في الحياه حياته المهنيه خاص يكون عنده بثلاثه والا ما كانوش عنده بثلاثه كيقدر يكون فاشل. دونك انا تنظن بان خصو يكون عنده واحد الالهام بعدا الروح الفنيه. الروح الفنيه فوالا. بالنسبه لي انا كبرت في الروح الفنيه وكبرت في الالهام ومني دخلت الحرفه خديتها كشي حاجه اللي حبيتها وكنبغيها بزاف. اذا كيف قلت لكم قبيله في التقديم ديال انوار تيكا يعني هي جريئه وفي الجرأه ديالها درتي حل هذه الموزونه مع الساتان لارجونتي مع يعني درتي واحد المزيج ديال الالوان. تكلمنا على هذه اللبسه. هذه اللبسه بالنسبه لي خاصها تكون العروسه ضروري ما تلبس لبسه بحال هذه. بعدا دابا كاين الاغلبيه ديال العريسات تيبغيو التخفيف وتيبغيو، ولكن نورمالمون في الحضره ملي كتكون العروسه بارزه خاصها تكون هي الشوفه ديال الناس قويه على الناس اللي معروضين. ما يمكنش يجي واحد اختاريتي الساتان اللي كيبري توب اللي كيعجبني في الخدمه ديالو ولو ان لا موسلين والكريب وهذا سي مودا، مي لو ساتان كيغلب على عنده واحد لالوغ ديال اللبسه كيجي واقف وكيصبر كيصبر على الخياطه وعلى ماشي على الصبر حتى هو عنده لي ديفو ديالو بحالو بحال لا موسلين وبحال لا سوا. غير هي تيعطي اي مراه لبساته كيعطيها الهيبه تيكون من خوي وتا في اللبسه ديالو عالميه ماشي غير المغرب اللي كيلبسو، كيتقدر يتلبس في القفطان ديال المغاربه كيف كيتقدر يتلبس في لي غوب دماغيه ديال ديال لي زوروبيان كيف ما الوغ. عاوتاني نرجعو لو باستيل مع فدوى اللي لابسه هذه اللبسه هذه الدوغي ياك ولا ان كارتي هذا؟ سي لو فيغ او و لو كارتي. سي ان كارتي سي ميلونج دو دو كولور ارجون و دوغي. وي اذا كلها مخدومه تنظن باليد في الكمام. كلها مخدومه كلها مخدومه بالرباطي باليد المزينه لا ماكيوز اللي سولي حضرات كل الاخت ديالي اخت سمالة. تبارك الله عليك. دونك تلقاو يعني لو بتي ديتاي تنشوفوا الخدمه السيده ما تصدعش راسها مع لي بيجو اذا لبست الدوغي تقدر تلبس لارجونتي. سي كل واحد كيفاش كيبغي. كيف كنقولها دائما الانسان كيف هو الروح ديالو كتبغي تلبس ليه. انا ندير لك واحد السؤال يعني يقال بان المزيد يعني العديد ديال المصممون يعني اللي معروفين بزاف عالميا هما الرجال، شنو تقدر تكون على هذا؟ ولكن انا تنقول ان عندنا اللباس التقليدي المغربي اللي مهتم بلا مود الكثيره سي المراه المغربيه وهتمت به يعني ماشي في الوقت ديالنا هتمت به في الوقت ديال ميم جدودنا كانوا يصنعوا الزربيه كانوا يصنعوا العابن كانوا يصنعوا كانت المراه المغربيه مهتمه بزاف بالصنعه. يعني كنشوفوا كنسمعوا بحال دابا كيفاش نهضروا على كارل ولا اليصاب يعني معروفين عالميا ولكن نقدروا نقولوا بان ما تيصوبوش تكاش لان المراه المغربيه اون جينيرال كتهتم باللباس ديالها وكتهتم بالتقاليد المغربيه. نبغي نرحب بهند اللي جاتنا للبلاطو هذا الصباح. مده هادي دونك تنشوفها في اللبسه ديال انوار تيكا. دونك هذه اللبسه هذه دو بياس كنظن 3 بياس وي باقي كنلبسوا 3 بياس. انا دائما الشكل ديالي بوحدو ياك صافي ديغ جيم على حسب عاوتاني. شوف هو 3 بياس ولا 2 بياس ولا اون سول بياس سلك لي انا هي واشنو بغات. ممكن تلبسها بياسه كيف ممكن تلبسها دو كي حنا خاصها تكون 3 بياس. هذاك الفكرون اللي كاين في المضمه واش مصوب ولا غير اكسسوار؟ كله مصوب باليد. مصوب مع المضمه لي غوزاس فغي ولا مغوض فغي كيتباع مع اللبسه ولا بوحدو سي ان اكسسوار؟ الا بغات السيده نبيعو ليها نبيعو ليها. دونك سي فكره كتعطيها للسيدات اللي كيشاهدونا هذا الصباح حتى هما اذا بغاو يديروا ان اكسسوار مغربي تقليدي. اذا تبارك الله عليك انوار تيكا دائما تجينا بالجديد. الله يسرك حبيبه وتبارك الله حتى عليكم نتوما وعلى البلاطو ديالكم. الحمد لله اللبسه اللي لابسه عجبتني بزاف لا كولور باستيل حتى هي. وتبارك الله عليك. الله ينصرك وعلى البروشين ان شاء الله. ميرسي ان شاء الله بتشكيله جديده مع انوار تيكا ان شاء الله. شكرا لك ليلى حدوي. بقوا معنا مشاهدينا اللحظه.